شي نحكي عن why ionic compounds have high melting points. هلأ إحنا حكينا عنها كتير قبل بس رح نرجع نحكي عنها بسرعة هون. We already know that cations and anions interact by strong bonds that essentially depend on the electrical force of attraction. The electrical force of attraction هي اللي حكينا عنها قبل electrostatic attraction described by Coulomb's law. حكينا عن Coulomb's law بما فيه الكفاية وهذا الattraction بيعطيني crystalline solid. النقطة الثانية هي إنه when you heat an ionic solid لما نيجي نسخن ionic solid زي NaCl بصير في عندي vibrations بالاتومز تاعته وكل ما أزيد الهيت أو حتى لو ضل الهيت زي ما هو vibrations هاي رح تصير تنتشر من اتوم للي جنبها من اتوم للي جنبها عشان هيك كاتبين هون through larger and larger distances. نيجي للآخر نقطة واللي هي the temperature at which melting occurs depends on the strength of the interaction between atoms or ions. زي ما حكينا قبل كمان إنه إذا كان electrostatic attraction قوي رح تكون temperature أعلى إذا كان electrostatic attraction ضعيف رح تكون temperature أوطى. طب شو اللي بيحدد لي إذا interaction قوي أو ضعيف؟ interaction بيعتمد على إشياء. أول إشي هو charge of the ion. higher charge stronger interaction. يعني إذا أنا عندي two ions واحدة شحنتها plus two والثانية minus two رح يكون عندي الانتراكشن كتير أقوى من لما الشحنة الأولى minus one والثانية plus one. فكل ما كان التشارج أعلى كل ما كان الانتراكشن stronger. النقطة الثانية اللي هو بيعتمد عليها strength تبع الانتراكشن هي size of the ions. وبرضه هي الطريقة لا مباشرة بتعتمد على التشارج لأنه كل ما زاد التشارج الحجم رح يقل. بس خلينا نحكي عن size إنه the smaller the size the stronger the interaction. يعني إذا أنا عندي آتوم صغيرة التشارج تبعها أكيد يكون أعلى من آتوم حجمها كبير. ليش؟ لأن النيوكليوس بدها تكون أقوى عم تشتغل أقوى عشان هيك هي حجمها أصلاً صغير. فلما النيوكليوس تكون أقوى رح تصير تعمل أتراكشن للشلز اللي حواليها ولما يصير في عندي أتراكشن من النيوكليوس على الشلز اللي حواليها رح يصغر شوي حجم الآتوم كاملة. ما بعرف إذا قدرتوا تتخيلوها معي. يعني مثلا انا عندي نيوكليوس وعندي نيوكليوس ثانيه هاي عندي شحنتها بلس 2 وهاي عندي شحنتها بلس 1 واكيد هون عندي الكترونز. البلس 2 رح تسحب هاي الالكترونز لجهتها اكثر وهيك رح يصغر حجم الاتوم والبلس 1 اكيد رح تسحب الالكترونز بس مش بنفس قوه البلس 2 حيكون حجمها شوي اكبر. ولما يكون حجمها شوي أكبر هي مش هتقدر تعمل attraction قوي للإلكترونز فحتكون عندها الانتراكشن أضعف. عشان هيك the smaller the size the stronger the interaction. إذا كان السايز أصغر زي بالplus 2 plus 2 أصغر رح تكون لأنها سحبت الإلكترونز لعندها رح يكون الانتراكشن تبعها stronger.